Good morning, grade 5. English now, unit 9, TV effect. Listen to the direct and the indirect speech. الكلام المباشر والكلام الغير مباشر. الكلام المباشر اللي هو الكلام اللي بيطلع من لسان الشخص نفسه، على لسان حاله كده. أنا بسمع الكلام ده باجي أحوله لحد تاني، فأنا كده عملت حولت الكلام ده من المباشر للغير مباشر، من الدايركت للإندايركت سبيتش. طيب عشان احول الدايركت للاندايركت يبقى عندي شويه رولز بتمشي عليها، يعني زي جمله الدايركت عموما بتتكون من مقطعين، مقطع قبل الاقواس ومقطع بداخل الاقواس. قبل الاقواس لو لقيت كلمه سد بتنزل زي ما هي سد، طيب لقيتها سد تو بتتحول على طول لتولد. نمبر 3 وي ريموف ذا كوماز اند رايت ذات، يعني احنا كمان بنشيل الكوماز اللي عندنا والاقواس ونحط مكانها كلمه ذات. نمبر 4 change the subject pronoun according to the meaning، يعني انا بلاقي جوه الاقواس ضمير فاعل subject بحوله على حسب معنى الجمله بتاعتي متوافقا معاها. لو لقيت verb في البريزنت فانا على طول بحوله في الباست. say مثلا لو لقيت verb play باجي افك الاقواس بحوله للاندايركت بيبقى played. طيب لو لقينا verb في البريزنت continuous فانا بحوله للباست continuous. Number 6 change the object and the possessive pronoun according to the meaning، يعني انا كمان مش هلاقي ضمير فاعل بس، لا ده انا ممكن كمان الاقي ضمير مفعول وهضطر ان انا احول ضمير المفعول ده على حسب معنى بتاع الجمله اللي عندي. يبقى انا كده بحول حاجتين، بحول في جوه الاقواس بحول ضمير الفاعل وضمير المفعول، وركز اللي جوه الاقواس فقط، اللي جوه الاقواس فقط لما باجي افكها. طيب نشوف الاكزامبلز مع بعض. Number one, he said, I have a lot of homework. هو بيقول أنا عندي واجب كتير جدا، هو قال الكلام ده. أنا سمعته ورحت أنقله لحد تاني فأنا كده بحول لغاية الـ indirect. He said تنزل زي ما هي said. وصلنا للكومة والأقواس هنشيلها وننزل مكانها كلمة that. He had a lot of homework. Number two, the mother said. كما الأقواس. The milk is boiling. The mother said that the milk was boiling. شلت برضو نزلت said زي ما هي، شلت الأقواس ونزلت that. The milk is حولتها خليتها was وكملت الجملة بتاعتي عادي. Number three. The pupil said. كما الأقواس. I can speak English. أنا بقدر أتكلم إنجليزي. طيب تعالى نحولها للاندايركت. ذا بيوبل سيد، التلميذ قال هذا الكلام، ان هو بيقدر يتكلم انجليزي. ذا بيوبل سيد ذات، اي هتحول لهي طبعا لان مش انا اللي بقدر، هو اللي بيقدر، هو اللي بيتكلم، انا بتكلم على لسانه هو. هي كود سبيك انجلش، وانا كان حولتها لكود.